على الهاتف الأستاذ رامي عطا، أيضا الكاتب والباحث. برحب بيك يا أستاذ رامي. مساء الخير، أهلا بحضرتك دكتورة بسمة، سعيد بوجودي مع حضرتك وبتابعك باهتمام. أشكرك. النهاردة عندي موضوع الحقيقة هو إنذار وصرخة للوطن والشعب المصري محمد وجرجس، عايزة ان هما يعرفوا محاولة اشعال الفتنة من جماعة الاخوان الارهابية، وعايزة اعرف رسالتك ليهم ايه، انت شايف ايه؟ اشكر حضرتك على طرح هذا الموضوع المهم. وفي الحقيقة يعني من يقرأ التاريخ ومن يقرأ الحاضر وعينه على المستقبل لابد ان هو يتنبه جيدا ان العلاقات المشتركة هي علاقات تاريخية ما بين المسيحيين والمسلمين، اللي احب اقول المصريين بشكل عام، او بتعبير اخر مكونات الجماعة الوطنية المصرية. عايز اقول رسالتي لكل المصريين، يجب ان نتنبه لمثل هذه الألعاب، يجب ان نتنبه لمثل هذه التهديدات التي يعني تهدد وحدتنا الوطنية. هم مش عارفين يخترقونا ازاي بالضبط، بكل تأكيد، لانه يعني في الحقيقة هذا الملف ملف شائك جدا، ملف بسهولة او يتخيلوا قد يتخيلوا ان بسهولة ممكن يخترقوا وحدة الصف المصري من خلال اللعب على الوتر الديني والانتماء الديني، مسلم ومسيحي، وهم يعني يتجاهلون ان احنا مواطنين مصريين نعيش في وطن واحد بيجمعنا. هي دايما يا استاذ رامي محاولات فاشله، بس هو للاسف ليه مصممين عليها؟ يعني انا في تقدير ان هم بيستخدموا كل المحاولات، منها المحاوله البارزه وهي التفرقه ما بين المسيحيين والمسلمين، او التفرقه ما بين المصريين على خلفيه دينيه. هم ايضا بيشتغلوا على الملف السياسي وعلى الملف الاقتصادي طبعاً، والملف الاجتماعي والصحي طبعاً. ولكن طبعاً عايزين يخطفوا البلد من الاخر بالضبط. وهنا يجب يعني ان نستيقظ، يجب ان نكون اكثر وعيا من هذه المحاولات التي يعني يحاولونها. ولكن يعني دايما نقول ان ربنا يؤيد المصريين ويؤيد وحدة الصف المصري دائما. الحقيقة ده كان شيء مهم جدا، وعايزة أسأل حضرتك برضو بالنسبة للسوشيال ميديا، بتحاول السوشيال ميديا برضو جزء هم بيستخدموه كسلاح ان هم ينشروا فتنة وان هم يأججوا هذه الفتنة، فانت نصيحتك ايه؟ يعني نصيحتي لكل واحد وكل واحدة بيستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، عايز اقول له حكم عقلك، عايز اقول له خلي عينك على الصالح العام وعلى الخير العام، حكم ضميرك الوطني دايما. وفي الحقيقة تعاملنا مع شبكات التواصل الاجتماعي هنا بحكم تخصصي في مجال الصحافة والإعلام، ده دور الإعلام الوطني، دور المدرسة، دور الكنيسة والجامع، صح، دور المؤسسات الثقافية، صح، ان احنا نشتغل على. طب انت ممكن تقول للشباب اللي عندك في الكنيسة ايه نصيحتك ليهم؟ يعني احنا عندنا مثلا شباب المسلمين نقول لهم خلي بالكو الفتنة، وانه احنا نسيج واحد، وما تسمعوش كلام السوشيال ميديا، وانه ما فيش حاجة من القصص اللي بتنزل الوهمية اللي بيسخنوا بيها الشباب وعقول الشباب، انت نصيحتك ايه؟ نصيحتي مباشرة، حكم عقلك وضميرك الوطني، عينك على المصلحة العامة، على مصلحة الوطن ككل، ما تاخدش المعلومه من شبكات التواصل الاجتماعي. برافو عليك، يعني مش كل بوست نازل بيكون حقيقي على بالضبط. لسان الصوره اللي موجوده، دايما نقول كده اعمل دبل تشيك، يعني برافو، افحص المعلومه مره صح، واثنين وثلاثه، افحص الفيديو مره واثنين وثلاثه، افحص الصوره. يعني البعض كان يقول الصوره لا تكذب، لا الصوره ممكن تكذب، الفيديو لا يكذب، لا الفيديو ممكن يكذب من خلال عمليات المونتاج والفبركة. احنا بنعاني منذ عدة سنوات من الشائعات والاخبار الكاذبة. لا اليومين دول هم شادين حيلهم يا استاذ رامي، لانهم حاولوا يخترقوا ومش لاقيين حاجة، عارف اللي هو دخلوا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا اسفة على هذا الحكمة او المثل، ما لقوش في الخد حاجة قالوا له، في الورد حاجة قالوا له يحمر الخدين.
بالظبط. فهم داخلين بقى قالوا لك هات بقى الملف الفاشل بتاعنا بتاع اشعال الفتنه الطائفيه لما نولع ما بينهم عشان ندخل وناخد وننهب البلد ونخطفها ونجري. لا مش هيخطفوا مصر، الدول مصر اكبر عبر التاريخ. بالظبط، بكل تاكيد مصر اكبر، بس مصر اكبر بابنائها وبوعي ابنائها امام كل هذه المحاولات. يعني لا يصح أن نستجيب لهذه المحاولات أو نتفاعل معها، بل بالعكس نواجهها من خلال الضمير الوطني وتحكيم العقل، نشر الوعي، الوعي بالذات وبالآخرين، الوعي بالمجتمع المصري وتاريخه عبر العصور التي تؤكد وحدة المصريين، خاصة في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد وفي وقت البناء أيضا. نحن الآن نشارك سيادة الرئيس ونشارك الحكومة والمجتمع المدني في بناء طبعاً الجمهورية الجديدة. احنا سعداء في وطننا وفي بلدنا وحاسين بالأمان، واحنا كمسلمين ومسيحيين يعني عايزين طبعا ان هم يعني يخترقوا هذا الأمان ويحاولوا ان هم يعني يحققوا هدفهم يعني. وهنا يعني احنا يعني يجب ان نتنبه لده، إنه وحدتنا الوطنية هي خط أحمر لا يستطيع أحد أن يقترب منه. نحن نعيش في وطن واحد يجمعنا، تاريخ مشترك ويجمعنا أيضا مصير مشترك، الخير هيعم على الجميع، المشكلة أو الأزمة هتواجه الجميع. صحيح. بشكرك جدا دكتور رامي عطا الكاتب والباحث.